ايتن نزلت وقالت البوست ده انا بدبس نفسي بيه قدامكم، انا مش متقبله ذاتي وانا 90 كيلو، كنت فراشه يا جماعه. انا اتخطفت، انا اتضحك عليا. طب انت ايه بقى المرحله فيها اللي فقدت السيطره يعني؟ قلت له طب لما يجي يقول لي عشان انا محبوسه في الاسانسير. انا سمعت انت عندك مشكله عويصه في الكعب العالي. عارفين لما تبصوا في المرايه تحسوا انه مش انتوا؟ كان التارجت بالنسبه لنا والتحدي ان احنا هنلبس الطقم ده نتصور بيه تاني قريب. اسره كبيره مهتمه جدا بالتعليم، ندور على حاجه تخلي العيله دي مترابطه. ايه ده يا استاذ محمود اسطر؟ صحيح انت مش غزالي بس هيحتضنوكوا برضه، احنا مش بنكرم اولاد غزالي بس، القريه كلها تكاد تكون عائله واحده. كل اعجاب بعيله غزالي دي. معكم منى الشاذلي الليله الساعه 9 مساء على CBC.